مؤثرة مغربي خرجت في ستوري وبغات انها تصيفط المتابعين ديالها لسويسرا الاخوان. البارح صيفطت لكم في القناه بلي عندي واحد لا سوربريز للولاد، فكو بزاف ديال الولاد ديرنييرمون كانوا كيصيفطوا لي دي ميساج كونكو باغيين يسافروا لا سويس، وانا قررت ندير لكم جيف اواي ورحله غراتويت، ولكن باش يكون العدل غادي نديروا قرعه. دونك دابا غادي نبداو نبداو سارة بسيمو ولا بطاها؟ لا جاتني نبداو بطاها. سيمو تلاقيناه ديجا سفرناه سيمو ديجا ربح معانا احسن فواياج، ولكن انا سارة قلبي حنان سمحنا ليه ياك سمحنا. لا ما سمحناش ليه. دونك ما تخافوش كاملين فيكم اللي كانوا كيتزاحموا على النوبه وداكشي غادي تجي نوبتكم ما تخافوا. دابا شكون الضحيه في هذه الاستوار كامله الاخوان ديال هذه البنت صوفيا مع الدراري هذو؟ الاباء الوالدين الوالدين اللي غادي يعيطوا للبنت وغيطلبوا فيها وغيزاوقوا فيها عافاك ما ديري التنازل ولا لولدي ولدي ما كانش بعقله ولدي ما كانش هادي، والبنت باينه انها ما غاديش دير التنازل. وانا فين قلتها لكم البنت من النوع اللي ما غاديش دير التنازل، البنت عازمه انها تصيفط الدراري الحبس. هذاك الشيء علاش كنقول لكم ديما الدراري ما تبقاوش انكم تكتبوا اللي جات في دماغكم، غير اي حاجه تكتبوها اي حاجه ضرب لها الف حساب. هادشي راه ولات فيها الشرطه الالكترونيه، ولاو فيها بزاف ديال الامور، ولات فيها متابعه قضائيه، راه تضرب فيها الحبيب بيزال بصح، تضرب اللوبيا والعدس بسبب كومونتير انت كتقول انت غاضحك وبغيتي ديك اللعبه انك توكسيكي هذاك الانسان اللي انت كتفرج فيه. هاد البنت هادي كيفاش تعرفات؟ تعرفات مع واحد السيد هو انفلونسور كيدير هو الفيديوهات كيدير داكشي ديال السبور وداكشي، المهم دار واحد الكونتوني هو وياها انه كيجيب لها كادوات انه خطبها انه هادي كذا، المغرب كامل نتبع هاد الكوبل، المغرب كامل كيبارطاجي الكوبل، واو كوبل زوين، واو كوبل ناضي، كوبل واعر، واو شوف كيفاش كيتهلا فيها. المهم العين بقات عليهم بزاف، كثرت عليهم العين بزاف، ها هو جاب لها ايفون، ها هو جاب لها بوكيت فلوغ، ها هو جاب لها ديامون ديامون. المهم دارت البوز من موراها تفرقوا كل واحد شد طريقه، هو شد طريقه وهي شدت طريقها، هو ما طيحش منها هي ما طيحتش منه، يعني دار دوك الفراق النقي الزوين ديال كل واحد الله يعاون. هذا هو الفراق اللي كيكون زوين، ماشي الفراق ديال هو يشوهها هي تشوه، وديك الهضره صافي الحياه ما تفاهموش على شي امور على شي نقاط، كل واحد غادي يشد الطريق ديالو. دري سلك طريقو، دار دوكيومونتير، دار بيه البوز كدا، والبوز اللي كان دار بدوكيومونتير عنده علاقه غير زعما عنده علاقه غير مباشره بالبلان ديالو مع هاد البنت هادي، لان البيك ديالو طلع فاش كان مع هاد البنت وتا هي نفس البلان. يعني عارفين المغاربه عزيز عليهم يشوف بحال هاد الانواع ديال لي كونتوني، الدري مع دريه والخطوبه والحب وهادشي كامل. فما علينا دار دوكيومونتير ديالو، البنت هي سلكت هاد الطريق حتى هي ديال السوشيال ميديا، وميم طون فهمتي كدير كونتوني ديالها نقي ما كت ما والو، كدير حتى هي ستوريات، المهم داكشي اللي كاين في امريكان وفي اوروبا الاخوان كديروا هاد البنت هادي فهمتي. فيما زعما ما كاينش شي حاجه اللي كطيح من راسها مثلا لايفات ولا دير شي فيديوهات اللي هما فهمتي الدريه محترمه راسها، باش نكونوا واقعيين الدراري هو حيتاش متبعينو الدراري بزاف، وداكشي بقى ديما ديك القضيه ديال الايفون ديال شوف هي خلاتو جاب لها ايفون وكذا. المهم الدراري بقاو تابعين البنت تابعين الدريه، المهم خلاو ما قالوا ليها ما خلاو ما داروا ليها، المهم الدريه تعرضت للمختلف هاد الامور هادو اهانات بزاف ديال الامور اللي ما هيش. الدري سالك طريقو ما مسوقش، يعني الدري صافي مشى، البنت بقات كتاكل الشحط من جيت ماشي هاد الدراري هادو اللعيبات. من بعد خرجات فواحد اللعيبه عاوتاني قالت على اساس ان هادي هنا البوز عاوتاني، ان الدري اللي خدام في السوشيال ميديا راه ماشي خدمه هذيك، راه ما خدمه ما والو، كثر عاوتاني على اللخط فهمتي بنادم عاوتاني بدا هادي بدا كيجبد العقادي عاوتاني. مؤخرا دات كليب مع نعمان بالعياش المغني واحد الاغنيه راه دايره البوز دابا واللعيبات، والدراري هنا فهمتي زعمو فهمتي امتى نوبتي زعما راه هي خلاطه راه من دري لدري، علما ان البنت باينه من ذاك النوع انها ما كتعطيش وقت، انها سيليكتيف باينه مليار في المليار باينه مليار، يعني انكم الدراري كيسحب لكم دابا كيسحب لكم ديك النقطه ديال ان البنت راه ديما كنقولها لكم بزاف ماشي كنعظم الدريه ولا ما شوف العظمه لله الاولى، ثانيا راه تا هما عندهم شخصيه تا هما عندهم كيان تا هما عندهم كاينين بنت اللي عندها شخصيه قويه كاينين البنت اللي عندها شخصيه ضعيفه غير كل دريه وكيخلقها الله، كاين البنت اللي كطير من دري لدري كاين الدري لا كاين الدري لا، البنت كانت خاطبه داك السيد ما تفاهموش كل واحد شط طريقه،
يعني ماشي كانت معاه دونك راه البنت خلاطه. راه هادشي اللي خصنا نفهم، راه كاين ديك الدريه هادي باينه من داك النوع ديال البنات اللي ما خلاطات، باين هاد السيده كتقرا في اليوير بالزباله ديال الفلوس ديال لاش، راه باينه البنت سيليكتي. المهم الدراري دو عليها بدوك البلانات ديال حكا ما حكا، اه امتى نوبتي، فوقاش نوبتي، فوقاش نوبتي ديالاش، فوقاش نوبتي ديالاش، وكيديروا فوتوشوب تصويرته هو حاط حداها واحد لا توكسيسيتي اصاحبي. دابا نتوما المشكل ديال الدراري ديال كيديروا هاد البلانات هادو. انا شوف راه ماشي كنبدا ندير لكم الركن المفتي ولا كنبدا نعطيكم في الموعظه ولا شي حاجه، ولكن غير باش تفهموا واحد البلان. راه كتعيشوا داك الانسان ملي كديروا داك البلان كتعيشوا بواحد واحد ستريس وواحد الحياه وواحد لا توكسيسيتي خايبه، علما ان داك السيد ما دار لكم والو، سواء راجل سواء بنت سواء دري، راه هذيك الانسان فاش غادي تطعن لها فيها شرف، لان طعن في الشرف هذاك انك كتقول لها من دري لدري زعما راه ديك اللعبه سهله، علما ان البنت باينه فيها ماشي سهله، بين البنت عاطي قيمه لراسها باينه مليار في المليار، ومتحدى ان اي واحد قال لك ما غتعطيش هاد الدريه هادي باينه من هاد النوع. وانتوما كتجيو هذيك اللعبه راه هذيك كانت مع الهابطي ولا مع سميتو راه صافي، راه اي واحد راه كذا كذا كذا. هي كانت مع داك السيد راه باينه لقات فيه شي حاجه اللي خلات انا البنت تعلق به، وتا هو نفس البلان، والسيد راه دخل من الباب الحلال، السيد مشى خطب البنت، يعني هي بينات ان ديك العلاقه اللي كانت معاه علاقه رسميه اللي كانت غادي تسالي بالزواج. شحال ديال لي كوبل ما سالاوش بالزواج، شحال ديال لي كوبل حبسوا في الخطوبه. عادي جدا هادشي راه عندنا في الدين ديالنا التعارف من موراها الزواج، راه ما بقاش هادشي ديال بكري ديال اجي حكا زيد كدا دخل تزوج، ما بقاش هادشي ضروري. خاص العائله تعرف مع العائله، ضروري خاص البنت تخرج مع الدري يعرفوا عقليات بعضياتهم. البنت ما بقاش مرتاحه لخونا، خونا ما بقاش مرتاح للبنت، سالاو العلاقه ديالهم كل واحد شد طريقه. ماشي انه صافي راه كانت معاه يعني راه غتكون مع كل واحد ولا كذا، كانت كتلاقى مع لي فان مثلا تصور معاه ولا شي حاجه، هادشي ما كيعنيش ان هي راه حيت راه ماشي غير البنت اللي طرا لها، بزاف ديال البنات طرا لهم هاد البلانات في السوشيال ميديا، وبزاف ديال الدراري وبزاف ديال الحوايج. دابا راه ما بقاش هادشي، ما بقاش فيه الرحمه، راه هادشي اللي بغيت نوصل للدراري، هي العبره اللي بغيت نوصل للدراري، راه ما بقاش هادشي فيه الرحمه الاخوان. راه القانون راه لا يحمي المغفلين، ما تمشيش انت وتقولب وتكتب انت كومونتير وتبغي زعما هذيك اللعبه تضحك صحابك وتبان زعما راك فاني وكذا وتطلعها وكذا، راه غنحبس صاحبي، الحبس على كومونتير صاحبي فهمني، الحبس على كومونتير ولا على منشور ولا اي حاجه، راه ما بلانش الدراري، راه ما بلانش، راه كتلعبوا بحياتكم وكتلعبوا بمستقبلكم اصاحبي، باش تضحكوا عشرانكم باش تبانوا زعما انتم مريقلين، راه ما تريقل ما والو، لان اغلبيه اللي كيديروا هاد البلانات الدراري ديال 20 19 17 18 عام باقيين دراري صغار، باقيين مراهقين، راه ما كنهضروش على دراري عمرهم، اما الا دارها شي دري في عمره اكثر من 25 سنه، راه هذيك راه الطامه الكبرى، اما راه الاغلبيه اللي كيدير التصرفات دراري باقيين صغار، باقيين مراهقين الاخوان، باقيين مراهقين. انا نشوف انا ديروني بحال خوكم اصاحبي، بعدوا على هاد الامور هادو، بعدوا على هاد الامور، لان في الاخر الحبس راه ما عندناش شي غير في المغرب، راه كنت في ميريكان وجرب ديرها في ميريكان بربي تيقرقبوا عليك الحبس، راه هادشي قلال بزاف عندهم تماك، لان لقاو بزاف ديال الناس المهم كيدخلوا في ديبريسيون كيدخل داكشي، علاش تمنع نهائيا انك تكتب شي واحد شي حاجه ما هيش. وحتى لي ريزو سوسيو كدا هما داروا قوانين اللي هما صارمين في هادشي، فيسبوك كتكتب شي كلمه ما هيش كيبانيو لك الكونت ديالك، يعني انت راه ولا فيه الصرام هاد الامور هادو، فتنوض ما تنوضش نتايا، خدم دماغك وعقلك وكون مرزن، فهمتي، ما تطعنش في شعرف واحد الانسان انت اللي اصلا ما كتعرفهاش. واش كتعرف هاد البنت؟ واش عايش معاها كتعرفها؟ باش انك مثلا تكتب عليها شي حاجه، راه ما يمكنش تطعنوا الشرف لعباد الله اصاحبي، راه ان الوالده ديالك ولا الاخت ديالك ما تبغيش شي واحد يطعن لهم شرفهم. جرب انت يا شي واحد غير لختك يقول فيها شي كلمه ما هياش، راه ما غتبغيهاش ما تقبلهاش، وما تبقاش ديروا فيها اسبوعه وتنزوقها وكذا، فهمتي، تبتوا اصاحبي واحترموا، احترموا باش تكونوا ناس زوينين. وكاين انا واخا نقول هاد الهضره، راه ضروري شوف راه الفيديو ديال ما يطلعش قلت كل شيء ديال الاولى، وثاني ضروري ما يجي بنادم شي، انا شوف شي الى انفلونسيت غير شويه يفهم، غير خمسه ولا عشره يفهموا الميساج ديالي، هذا هو الخير والبركه. ما ضروري ما غنكملوا البنادم، ضروري بنادم عنده عقد نفسيه، عنده ستريس حياته مخليه وحده ولا عايش شي ديبريسيون ومنبود من المجتمع، ضروري باغي يكتب لك
غوستي دو سوسيتي ضروري ما يكتب حد لي كومونتير، لان اغلبيه هذو اللي كيكتبوا هاد لي كومونتير ولا التعاليق ولا هاد الامور هادو سون دي غوستي دو سوسيتي. صافي مجتمع ما باغيهمش، رافضهم المجتمع، فهما داك الشيء اللي ديالهم من الداخل كيبداو يفرغوا في هاد الامور. فاحنا الحبس راه ما كنخلو حتى شي واحد الدراري، فهمتي؟ الحبس راه ما كنحملو حتى شي واحد. نتمنى الاخوان انا القضيه تخرج على خير، الدراري نتمنى ان فهمتي يكون شي صلح ولا شي حاجه، ولكن الاخوان هذه عبره لاي واحد يفكر يدير بحال الامور، يراجع نفسه ويتفكر على والدي، يتفكر غير والدي والوقفه اللي غيديروها في المحكمه، ولا داك التزاوج والطليب اللي غيديروا لك الانسان اللي تعرض لذاك الشيء، ديروها في دماغكم.